أنا عارف إن اللي ملكت قلبي بتتفرج عليا دلوقتي، لأني لا أخجل من الحب ولا من العواطف ولا من المشاعر المحترمة. عايز أقولها من خلال برنامجي والقناة اللي أنا فيها إني أحارب الدنيا كلها علشانك، ومش هيفرق معايا خالص أي محاولة تبعدني عنك، ولأن الحب هو أجمل إحساس خلقه ربنا في البني آدم، أنا بعلنها قصاد العالم كله، بحبك. هي عربيته نوعها ايه؟ وانت هتعرف نوع عربيته ليه؟ ما انت عارفه هو شخصيا. على رايك هو دلوقتي هيظهر. بدعت يا استاذ يوسف. الله يخليك يا صابر. الحسن قال ده التليفون ما بطلش يرن. السلام عليكم. ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ اللي انت قلته على الهوا. قلت اللي حسيته. ايه ده؟ بتعيطي؟ انا بعيط من مشاعرك الرقيقة، من كلامك لأي واحدة تتمنى ان هي تسمعه. يا يوسف الكلام اللي انت قلته ده اجمل واشجع وارق رسالة حب ممكن واحد يبعتها لحبيبته. والله العظيم تلاتة انا بحبك قوي. ما كنتش اتمنى احسن منك ولا أشجع منك ولا أرق منك. يوسف أنا لازم أقابلك بكرة، أنا بجد عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله لك. لا بكرة إيه؟ أنا أول ما هوصل هكلمك عشان تعزفني، مش هنام إلا على العزف. إيه ده إيه ده إيه ده؟ حضرتك بتتهم مين بالظبط؟ ما بتهمش حد معين، بس الناس واقفه هناك عند مدينه الانتاج الاعلامي زي ما الامن قال لنا. حضرتك ممكن تبعت حمله وتمسكهم وساعتها تعرف اذا كنت انا المقصود ولا الاعلام. على العموم انا بلغت الوزاره بس لسه ما جاليش اي تعليمات. تعليمات بايه يا سياده الضابط؟ انا تم الاعتداء عليا وكسروا عربيتي، ولولا ان السواق ربنا الهمه كان زماني مت. استاذ يوسف اهدى. انت عارف البلد في الوقت الحالي ماشيه ازاي؟ واحنا كوزارة الداخلية مش مستعدين ان احنا نتورط في اي حاجة. امال الاقسام دي مفتوحة ليه؟ عشان الواحد يقول كلمتين في محضر وخلاص؟ تتصوري ان انا بقول للظابط ان كنت هموت يرد عليا يقول لي لا اصل انا مستني التعليمات تيجي من فوق. بلد دي ولا غابة؟ الله اهدى ازاي يعني يا نسمة؟ هما فاكريني ان انا هخاف، طب انا بقى هحاربهم اكتر من الاول 100 مرة. طيب ماشي يلا هبكلمك بعدين لما اوصل. طيب ماشي اوكي باي. في ايه مالك؟ تخيلي حاولوا يعتدوا على يوسف قصاد مدينه الانتاج. هي حصلت؟ انا مرعوبه يا ماما لا يعملوا في حاجه. عندك حق طبعا. طب قدم بلاغ ولا لا؟ بيقول لي انه راح قدم بلاغ بس كانه ما قدمش. يعني ايه الكلام ده؟ مش عارفه بقى، هفهم منه لما يكلمني تاني. نسمع، يوسف لازم يقلل شويه من تحدي الناس دول. معقولة انت اللي بتقولي كده؟ العقل هو اللي بيقول كده. طب ورسالته ومصداقيته قصاد جمهوره؟ انا ما بقولش يغير اللي بيقوله، لكن مش لازم يتعرض لهم ولا يجيب سيرتهم من اصله. حبيبتي دي معركة اصلا مش متكافئة. رأي قصاد سيف، تفكير قصاد تكفير، وعلى فكرة بقى طول عمرها كده. تفتكري ممكن يصفوه؟ في الوقت اللي احنا فيه ده؟ المجانين اكتر من العقلين بكتير قوي يا نسمة. مفيش حاجة مضمونة. ده كلام يا يوسف؟ لا انت زودتها بصراحة. ايه شغل المراهقين ده؟ بحبك مش قادر على بعدك. وانت داعية ولا مطرب؟ من فضلك يا مولانا انا مش بكلمك دلوقتي عشان موضوع البرنامج. يا سلام، امال بتكلمني عشان ايه؟ بلغ الناس دول يا مولانا ان انا اقدر اجيب عليها وصيحة، وانا عارف انك ليك كلام معاهم. لا يا يوسف بلاش تخش في المنطقة دي يا ابني،
انت لوحدك ما انتش قدهم. يعني انت عاجبك كده مولانا؟ هسيبهم لحد ما يموتوني؟ مش هتوصل انهم يموتوك. بس يعني انت كمان هد اللعبه من طرفك كده واسكت، اصلهم بصراحه كمان معذورين. معذورين ازاي بقى يا مولانا؟ الله، واحد قرا معاهم الفاتحه ونقض العقد، كان معاهم وقلب عليه، عايزهم يعملوا ايه؟ طب والحل؟ الحل والله ما انا عارف يا ابني. سيبنا افكر كده وبعدين هكلمك. لغايه ما اكلمك اوعى تهاجمهم او ترد عليهم، ممكن؟ استنى ردك يا مولانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماله يوسف؟ شق عصا الجماعه المتطرفه، وده بيبقى اخطر عليهم اكتر من اعدائهم الاصليين. غبي غبي عشان ماشي ورا الحق. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ انا في رايي ان يوسف دلوقتي احسن من الاول الف مره. طب والنتيج؟ لما بنقف جنب اللي شايفينه حق ما بنستناش لا نتائج ولا جوائز. وبعدين يا يوسف الموضوع كده كبر قوي، لازم تجيب حرس يا يوسف عشان يمشي معاك. الحرس ربنا حنين. نجوم المشاهير اللي بيخافوا على نفسهم بيعملوا كده. يا عم انا ولا مشهور ولا عايز ابقى نجم. ده انت مشهور قوي يا خال، اشهر حتى من بابا. لا يا ست عيشة، ابوك يبقى اشهر. يا يوسف الموضوع ما ينفعش فيه الهزار، يا اما فعلا تجيب حرس وتعمل ترخيص سلاح، يا اما تبطل تنكف في الناس دي. هذا وفي خبر عاجل، تم الاعتداء امس على الداعيه يوسف عبد الحكيم عند خروجه من مدينه الانتاج الاعلامي، وتقوم وزاره الداخليه بتكثيف جهودها من اجل الكشف عن الجناه. اي كلام بيقولوا، اي كلام. الداخليه عارفاهم واحد واحد وبرضه ما بيعملوش حاجه. ده بجد؟ طبعا بجد، كل حاجه في البلد دلوقتي بقت معقوله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. مش هتيجي تفطري؟ ماليش نفس. شفت اللي حصل ليوسف؟ مش في بلطجيه كسروا عربيته؟ الحمد لله على السلامه. لازم تصالحها يا يوسف. بعدين يا خديجه، بعدين. السلام عليكم. اه الحمد لله. بس عشان الولاد. سعدك. انت عملت فيا ايه يا راجل انت؟ انت مش عارف انت غيرتني ازاي؟ انا طول عمري كنت فاهمه ان انا قويه واقدر اتحكم في اي مشاعر. انت خليتني اقعد اعيط زي الاطفال. مدام زي الاطفال يبقى اكيد الدموع دي كانت حقيقيه. طبعا حقيقيه. انا حاولت امنعها قصاد امي ومعرفتش. عارف يا يوسف انا بحب فيك ايه؟ مش بحب فيك وسامتك ولا عينيك الحلوه اللي كل بنات مصر بيقعدوا يتكلموا عليها. انا بحب جرأتك. انت اعلنت الحب على الهوا وتحديت ناس شايفين الحب حرام. تصوري بقى اللي عملت فيا كده واحده عامله ازاي. سيبك مني وخليني اقول لك على اللي جوايا. قول. عارف يا يوسف لو كنت مت امبارح بعد الشر، صدقني كنت هحس ان انا بموت وانا مش ناقصني اي حاجه. انا طول عمري كنت بحلم بحب زي ده، حب جريء ما بيخافش من الناس ولا كلامهم ولا عيونهم. تخيل بقى انت حبك ما بيخافش من سيوفهم وارهابهم وتخويفهم. الحمد لله على سلامتك يا استاذ يوسف. الله يسلمك يا اسراء. من ساعه ما الخبر اتنشر في التلفزيون وبوكيهات الورد كل خمس دقايق بتوصل، ده كله كوم غير التليفونات اللي عماله تجيلنا من ناس تعرفها وناس حضرتك ما تعرفهاش. جمهورك العادي يا استاذ يوسف، الناس كلها بتحبك. الحمد لله يا اسراء. ابعتي للناس رسائل شكر، خليهم يعملوا لي شغل يا استاذ. حاضر يا استاذ يوسف. السلام عليكم. اهلا اهلا سليمان بيه. الله يسلمك. مش هتبطل بقى شغل المراهقين ده؟ حب يا سيدي زي ما انت عايز، بس بلاش تعادي الناس دول، انت مش قدهم. عموما انا عملت الواجب واطمنت عليك. مع السلامه. مين ده يا بابا؟ ده يوسف. قلت واجب اطمن عليه. تطمن على ايه يا بابا؟ بقى بعد اللي عمله تكلمه وتسال عليه؟ هو انا مش فارقه معاك للدرجه دي؟ مي، دي حاجه ودي حاجه. وبعدين في بينا عشره، وكلنا في بيته عيش وملح. هو كان عمل بالعيش والملح يا سليمان بيه؟ انا ماشيه. رايحه فين؟ زهقانه يا بابي، زهقانه. يوه روح لها حسن.
استاذ يوسف، في واحد بره مستني حضرتك. واحد مين؟ بيتهيألي كده ان انا شفته قبل كده. دخليه. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا يوسف؟ اتفضل. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. عمل فيك ايه يا يوسف؟ الحمد لله عدت على خير. أنا خفت عليك قوي. أول ما عرفته أنا نسيت كل حاجة. وأنت رجعت يوسف الصغير اللي راجع من المدرسة بيعيط عشان في عيل ضربه. وأنا نزلت معاه. وما رجعناش غير لما خليته خد حقه من الواد اللي ضربه. فاكر؟ فاكر. فيك حاجة متغيرة. حاجة زي ايه؟ مش عارف، بس حاجة حلوة. الحب يعمل كده. أنا ما سمعتش الكلام اللي أنت قولته، بس تغريد مراتي أنت عارفها بقى، سمعته وقالت لي يوسف طالع لك عنده إحساس وحبيب. حب على قد ما تقدر يا ابني، هتستريح. الحب هو اللي هيخليك تشوف القصر اللي انت عايش فيه ده زي الجحر اللي قويني، والعربيه الفخمه بتاعتك دي هتبقى زي التوك توك، وهتلاقي ثروتك الحقيقيه قلبك وحبيبتك. ربنا يخليها لك عشان هي اللي عملت فيك كده. اخبار المدام ايه في الحمل؟ الحمد لله. خد بالك منها، ست طيبه وبتحبك. هي اللي طلعت بيها من الدنيا، هي والستر. انا مش عارفه بيعمل معايا كده ليه بقى، بعد كل اللي يوسف عمله معايا ومعاه هو شخصيا يرجع يكلمه يطبطب عليه؟ انا مش مصدقه. سليمان بيه عمره ما نسي ان هو بيزنس مان، ودايما بيسيب الباب متوارب مع اي حد ممكن يكسب منه فلوس. ده غير انه بيكره صاحب القناه اللي يوسف راح لها. ما يوسف برضه مش عبيط، اختار القناه دي بالذات من كل العروض اللي جات له عشان عارف ان هو كده هيغش سليمان بيه. يقوم بعد كل ده يرجع يكلمه؟ يا سيدي في 60 ده هي الفلوس اللي تخليه ينسى مشاعر بنته، مش للدرجات دي يعني. اهدي يا مي، لو حصل لك حاجه مش هنلاقي واحده زيك. بجد يا حسن ميرسي على كلامك. انا بتكلم بجد، انا خايف عليك من العصبيه دي يا مي. انت مش عارفه انت بالنسبه لي ايه. وانت كمان يا حسن، انا متهيألي من غيرك كان زماني اتجننت ولا جرالي حاجه ولا دخلت المستشفى. انا مبسوط بكلامك ده يا مي، وبصراحه كده مش عارف اخبي مشاعري اكتر من كده. تتجوزني؟ أول مرة يصعب عليا يا خديجة. كبر واللي جاي مش قد اللي رايح. بقولك إيه يا يوسف، ما تيجي نتلم تاني مع بعض كلنا؟ فكرت في نفس الموضوع، بس محتاجين شوية وقت علشان نعرف نشرح لمصطفى وعيشة. الموضوع محتاج شوية ترتيب، وإحنا عندنا مشاكل كتير قوي مش عايزين نزودها. المهم حطينا رجلينا على اول الطريق، وربنا يقدم اللي فيه الخير. هتعمل ايه مع مروه؟ خديجه انا دماغي مش رايقه خالص. يعني هتفضلوا كده؟ خلينا لما كل واحد فينا يهدى من ناحيه التاني، ساعتها بقعد اتكلم معاه. طب عرفت لي اسم الفندق اللي حسن نزل فيه؟ انت اتجننتي؟ حسن ايه اللي عايز تتجوزيه ده؟ بابي من فضلك وطي صوتك، احنا في مكان عام وانت شخصيه عامه. ما انا عشان نيله شخصيه عامه يبقى لازم ما تفضحنيش. هو الجواز فضيحه؟ ايوه، من واحد متجوز ومخلف يبقى فضيحه. هي مش أول مرة تحصل ولا هتكون آخر مرة. وأنا إيه اللي يكبرني على كده؟ الله، بقى بنتي الوحيدة اللي نص شباب مصر يتمنوا يتجوزوها، أجوزها لحسن؟ ماله حسن يا بابي؟ ستار ووسيم وذكي، وفي الصفات اللي أي بنت تتمناها. وواطي وحقير ومنافق. لعب عليكي، استغل طيبتك وجدعنتي معاه، وما كفاهوش إنه سرق ميعاد ومكان برنامج يوسف، لا. ده عايز ياخد القناة وصاحب القناة وبنت صاحب القناة أنا اللي طلبت منه موضوع الجواز ده كمان. واضح إن أنا دلعتك زيادة عن اللزوم. أنت خلاص ما بقاش لك حدود. بابي ممكن نتفاهم بالعقل؟ عقل إيه وأنت خليتي فيه عقل؟ بابي من فضلك وطي صوتك، دي مش طريقة تفاهم. في الموضوع ده بالذات مش هتفاهم. يا حبيبتي يا مي افهميني، أنا مستني يوم جوازك ده من وأنت عندك سنة، يعني مستنيه العمر كله. بعدين لما مامتك توفت الله يرحمها، انا حسيت ان انا اب وام واخ وصديق وكل حاجه. ثم انا بشتغل وبتعب عشان مين يا مي؟ مش عشانك يا روحي. بابي يا حبيبي، انا عارفه ان انت خايف عليا،
بس مش انت كل اللي يهمك انك تشوفني سعيده ومبسوطه؟ مش هتبقي سعيده يا مي. عارفه ليه؟ عشان انت بتاخدي بطارق من يوسف في اخته خديجه المسكينه مرات حسن اللي ملهاش اي ذنب في اي حاجه. ممكن بقى ما تجيبليش سيره العيله دي خالص؟ اه العيله دي انت هتتجوزي منها يا مي. ماشي يا بابي. بص يا حبيبي، مش انت بتثق فيا وفي تفكيري؟ ايوه. انا بقول لك المره دي انا اخترت حسن بعقلي مش بقلبي، عشان اكتشفت ان قلبي ما بيعرفش يختار اصلا. وعشان اريحك يا حبيبي انا مش عايزه لا فرح ولا غيره، ولا عايزاك حتى يا سيدي تنزلي صوره في الجورنال. اوكي كمان ايه ده؟ الواحد ملوش نصيب يفرح ولا ايه؟ يلا انت حره، انت حره، اعمل اللي انت عايزاه. الله يا اولاد اجري عليه شكار نص الحاله. اخرجوا، حرمت يا ابن البلغة. يلا يا اولاد. ضيع رزقي، ضيع تعبي كله يا مولانا. انت كان لازم تدافع عن نفسك. امال تدريبات ايه اللي انت اتدربتها دي؟ كترة تغلب الشجاعة. وانت ايه اللي منعك يبقى عندك كترة؟ عشان اهتم بالرزق مش باللي بيسبب الرزق. نسي يدعو يضم اخوة يقوش اكته ويحمو ظهره. محدش بتعلم بالسهل يا مولانا. يا عليش انت مادام بقيت معانا لازم تبقى مرهوب الجانب، ولازم الكل يعمل لك الف حساب، انت فاهم؟ فاهم بس ازاي؟ طالب الحماية يبقى جزء من مكسبك تتبرع بيه في سبيل الله. اللي تأمره بيه. سيب الباقي علينا. عليش الميعاد اللي نقول لك فيه استعد تبقى مستعد، فاهم؟ الامر امركم والشرة شرتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللي حصل ده يا جماعه الشيطان دخل بينكم. ومين اللي أدخل الشيطان ما بيننا يا شيخ والدي؟ ما هي الست اللي حاربتنا وشتعبتنا في كل مكان. العلمانية المتبرجة. لو سمحت يا مولانا، لو عايزنا نكمل القعدة دي كل واحد يلتزم حدوده. الست اللي بيتكلموا عليها دي هتبقى مراتي. أدخلها يا أخي حظيرة الإيمان. إيمان؟ وانتوا تعرفوا إيه عنه؟ انتوا الإيمان بالنسبة لكم تخويف الناس وإرهابهم. لا، والإيمان يعني الشريعة يا أستاذ يوسف. والشريعة بتقولك التزم، والرسول بيقولك واظفر بذات الدين تربت يداك. أنا حر وشايف إن نسمة مؤمنة وتعرف ربنا أكتر من ناس كتير قوي بتضحك على الناس باسم الدين ودماغهم في الدنيا. يرضيك كده يا شيخ وجدي؟ بالهداوة بالهداوة. الأصل في الموضوع هو الوفاق لا الخناق. يا جماعة المفروض إن احنا كلنا نتحد ضد أعداء الدين. وانا عن نفسي يا مولانا اوعدك اني ما اجيبش سيره الاخوه تاني. سيرتنا مش هي الموضوع يا شيخ يوسف، انما الخطاب اللي بتتكلم فيه عن الحريه والحب انا اقول اللي انا عايزه. انت محسوب علينا يا يوسف. انا مش محسوب على حد، انا محسوب على نفسي، وارائي انا مسؤول عنها قصاد ربنا اللي هو اهم كتير قوي من اي حد. الراي ده يؤدي للفتنه ونحن لن نقبل. تقبلوا او ما تقبلوش انتوا احرار. يا يوسف يا يوسف يا ابني، الاخوه عايزينك معاهم، تعضدهم وتشد من أزرهم. هم عندهم قنوات كتير يا شيخ وجدي يعملوا فيها الحاجات دي، إنما أنا لأ. أنت الجاني على نفسك. أنا ما بتهددش. بعد إذنك شيخ وجدي. أنت اللي حيشني عنه يا شيخ وجدي. معلش يا جماعة، أنا هقول لكم إيه اللي يوسف يقدر يعمله وإيه اللي ما يقدرش يعمله. سيبوني انا هتصرف معاه. بقيتوا اشهر من روميو وجولييت وعنتر وعبله.
والتعليقات على صوركم في المواقع كلها حب وهيام، والبنات عماله تذل الولاد، اتعلموا الحب زي يوسف، قولوا لكم كلمتين زي يوسف. ولا الحلقه دي متحمله على النت اكتر من 50,000 مره الفتره اللي فاتت. هو ده الحب اللي كل البنات بتحلم بيه، حب بجد، شوق ولهفه واعلان قصاد العالم بحاله. لازم تتجوزوا بسرعه يا نسمه، ولا تقولي ماما ولا غيرها. انا خايفه عليه هو يا منال، ده لولا ربنا ستر كانوا موتوه. الناس دي بيعرفوا ربنا ازاي؟ وبيقولوا علينا احنا اللي ما نعرفوش. طلعوا علينا منين دول؟ خلينا في يوسف، انا بجد خايفه عليه، وعشان كده عايزه اجل الموضوع لحد ما الامور تهدى. طب ما يمكن لو اتجوزته الجدل ده ينتهي والامور تهدى شويه. جايز، مش عارف، ومش عايزه كمان اخرج بره الحاله الحلوه اللي انا عايشه فيها. اول مره احب الاحلام واحب اهرب من الواقع. خبر، انا اتاخرت قوي. ايه، خايفه يوسف يزعق لك ولا ايه؟ يوسف وهو في زيه. طب بس بس ما يحسد المال اللي اصحابه. بقول لك ايه، ما تاخريش بقى بكره على الاخره ان شاء الله. خلي بالك من نفسك. انت كمان. محمود، اهلا. ايه قله الذوق دي يا محمود؟ ايه انت الفضيحه اللي كل شويه تيجي تزورنا دي؟ نسمه بقت فضيحه؟ ايوه، ما شفتيش صورهم هي والجدع اللي ماشيه معاه ده ومنشوره في كل مكان فوقي؟ وبص الحجاب اللي انت لابساه ده. الجدع ده يبقى خطيبها. خطيبها، جوزها، ما يخصنيش، بعيد عني وعن بيتي وعن مراتي. محمود، الاوبرا دي من بكره مش هتروحيها. فرمان ده بقى ولا ايه؟ ايوه فرمان، لا هتروحي الاوبرا ولا هتعزفي ولا هتعرفي الست دي تاني، اعرفي ربنا بقى. طب هروح يا محمود. إذا خرجتي من البيت بكرة تبقي طالق يا منال. وهزعني وهزعني وانا جاي اخد حقي بس واطبق شرع الله. وشرع الله بيقول ايه يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يبقى انا بعمل ايه؟ بطبق شرع الله. ونعم بالله يا معلم. والنبي سيبوه معلش. اسمه المعلم معلش. من هنا ورايح. اسمه المعلم معلش. يا معلم يا معلم. والله خلاص ما هرجع لك كلمه. انتوا برضو اهلي وعشيرتي، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. سيبوه، يلا نصلي العصر. يلا رجاله. اي منال، انت فين؟ ما جيتيش البروفا ليه؟ يا سلام، وانت سكتي؟ يعني ايه على صوته عليكي وكان هيضربك؟ انا هتجنن يا طنط، كل يوم بيعدي عليه بيبقى متشدد اكتر من الاول. ده ايه ده بقى؟ ان شاء الله اتجنن طبعا. عيب كده يا نسمه، ما يصح ان شاء الله. الله، انت مش سامعه اللي هي بتحكيه. معلش، مشاكلهم الشخصيه حلوها مع بعض. لا، انه يمنعها من العزف دي مش مشكله شخصيه، دي مشكلة عقلية. بنت ده حتى البيت بقى عامل زي سرايا المجانين، لدرجة اني خدت العيال وديتهم لماما عشان يرتاحوا من الزعيق. انا لو مكانك لازم تاخدي موقف، وموقف جامد كمان. ما تبطلي تسخين شوية. الله، وانتي
ما تحاولي تقعدي مع جوزك كده وحاولي تفهمي ايه اللي غيره. وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ كلنا متلخبطين يا حبيبتي، جوزك اكيد زيه زي كل المصريين دلوقتي، مش عارف الصح من الغلط. بعدين ايش عرفك؟ مش جايز يكون عنده مشاكل في شغله؟ ما تحاولي تقفي جنبه كده وتساعديه. بقولك ما تسمعيش كلامها، هو ده الدلع اللي بيبوظ الرجاله. طب بذمتك مش كان وحشك؟ طبعا مش ابو بنتي. بس بطلي قله ادب. في حد يقول على الحب قله ادب؟ وحب مع مين؟ مع جوزك يا خديجه. المهم انه قال يعني انه لما يخلص توضيب الشقه عايزني انا وعيشه نروح نقعد معاه. وتسيبينا؟ ده البيت من غيرك يبقى خرابه يا خديجه. فالله ولا فالك، يا رب البيت دايما عمران يا رب ومليان بالخير. انا بتكلم بجد، والله ما اقدر اقعد في البيت يوم واحد وانت مش فيه. ولا انا يا مر، بس هعمل ايه؟ هاخده على قد عقله اسبوع كده واريحه وبعدين نرجع. انت عارفه حسن وقلبه الطيب. والله انت اللي ما في اطيب من قلبك. ما هو يا بنتي عشان انا طيبه ربنا بعت لي حسن، عشان الطيبوله للطيبات. خديجه حصليني على اوضتي عشان عايزك. انت متاكد يا يوسف؟ اه طبعا. ومين اللي قالك؟ الريجيسير اللي بيوزع الاوردرات معاه كل العناوين. وما قاليش ليه على الشقه دي؟ معرفش بقى يا خديجه، مش هاخد ودي مع الراجل يعني. جبت لي عنوانها؟ اه خدي مكتوب عندك هنا. طب هو ليه ما راحش يشوف حسن قاعد فين الاول قبل ما يبعتك؟ يروح فين يا مروه؟ انت عايزاهم يتخانقوا تاني وتبقى فضيحه؟ الله، وانت تعرفي الشقه دي في عماره شكلها عامل ازاي عشان تروحي لوحدك يا خديجه؟ يعني هيكون الشيخ حسن يا مروه قاعد في عماره مشبوهه؟ ما اقصدش، بس المفروض ان يوسف هو اللي يروح له الاول. يو يا مروه لخبطتيني. تلاقيكي بس متلوجه عشان هتشوفي ابو علي. خايفه اتصدم قوي. لا ان شاء الله لا صدمه ولا حاجه، وهترجعي بيه كمان. بس مخي عمال يجيب ويودي. كدب عليا ليه؟ جاهز يا خديجه ما يكونش كدب عليكي ولا حاجه، ويكون فعلا لسه ناقل من الاوتيل. طب ليه ما قاليش عشان اروح له انا وعيشه؟ جاهز برضو يكون عايز يوضب الشقه، وبعدين ما تنسيش ان يوسف مقعدك في فيلا واسعه وكبيره، وهو اكيد عايز يعمل حاجه تليق بيك انت وعيشه. يا رب يا مروه يكون كده. يا رب ربنا يكون استجاب لدعايا ويلم شملنا من تاني. انت طيبه قوي يا خديجه، وهيحصل كده. يوه ضربتي بقى. اتفضل. شكرا. السلام عليكم. تخيلي ان واحدة قمر زي كده ممكن تحول اي مكان لجنة. كل ده عشان شوية ورد؟ لا مش الورد بس، الورد والمزيكا وروحك اللي احلى من الاتنين. كده كتير عليا قوي يا حسن. كتير يا حبيبتي، بس ده انا جوايا حاجات وكلام لو قعدت اقولهم للسنة الجاية مش هيكفوا. تعالى اقولك منهم شوية بس. بلاش هزار بقى، عايز اتكلم معاك شوية في البرنامج. برنامج ايه يا حبيبتي؟ هو يطير. بص بقى يا سيدي، ما دام بقيت جوزي لازم تبقى اول واحسن اعلامي في العالم العربي كله. وانا لما بحط حاجه في دماغي ما بسيبهاش غير لما تحصل زي ما انا عايزه بالظبط. امال انا حبيتك ليه؟ ايوه لازم اثبت للعالم كله اني اخترت صح. ده مين الرزل اللي جاي دلوقتي ده؟ بس اللي هيكون بابي. اه لو بابي يبقى مش رزل. خديجه